السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم في فيديو تفصيلي. هذه النبتة نبتة القريص المفيدة جدا ذات الفوائد الرائعة المهمة جدا للإنسان التي وهبها الله للإنسان من الطبيعة والتي يهملها ويهملها ويغفل عن فوائدها كثير من الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فنقوم في البداية بفصل الجذور، فصل الجذور عن الساق والأوراق، لأن الجذور له استخدامات خاصة تختلف عن استخدامات الساق والأوراق. هذه أول خطوة مهمة جدا يجب التنبه لها، و خطوة مهمة في استخدام وتنقية هذه النبتة قبل غليها وقبل الاستفادة منها، وهذا ما سنذكره في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.